لاعب مضغوط. مضغوط صحيح، والنتيجة أثرت كذلك، والتعاون مع اللاعبين أعتقد في فرصة غريب كان في موقف. هذه واحدة. نعم. كان واحدة في موقف من فرص كثيرة، ما في تعاون. الكرة اللي قبل الغريب كان يأشر للزملاء إنه يحاول يضغطوا في ملعب فريق الفتح، فأعتقد من الحماس، من الرغبة، من الشغف، يحاول إنه يثبت وجوده، يحاول إنه يقدم أداء مميز، يحاول إنه يقدم بما يوازي قيمته. بصراحة. عناصريا الآن الفرق ما بين عناصر الفتح وعناصر النصر. فارق كبير، والفتح عنده لاعبين ناقصين. نعم، فارق كبير قبل المباراة. طيب المفروض المباراة يكون فيها فوارق فنية كبيرة، ليه ما حصلت؟ لأنه مدرب فريق الفتح عرف كيف يحجم خطورة النصر، وعرف كيف يختار الأسلوب الأفضل في مهاجمة النصر، بالإضافة إلى استغلال أخطاء النصر. وتكلم عن خط دفاعه، مباراة اليوم وضحت أن خلل النصر الأول في خط دفاعه، وضحت نقطة ثانية أن النصر أسبينا فقط، يعني ما كان فقط حارس مرمى، أسبينا كان قائد لخط الدفاع وكان يساهم حتى في طريقة وأسلوب فريق النصر. بصراحة روسي فرق شاسع بين روسي وبين أسبينا. روسي حارس مرمى النصر اللي جابوه، يعني أنتوا عارفين اللاعب هذا أثبت، والله أثبت أنه أسبينا كانت القصة كلها فيه. يعني شيل أسبينا وشيل تاليسكا، في مشكلة كبيرة في النصر من الناحية العناصرية. تخيل حارس المرمى الجزائري الأرجنتيني اللي انت جايبه تلقى 9 تسديدات بس في مباراتين، 9 تسديدات 5 دخل الجول، وهذا جايب كم بعد؟ يعني نبدأ الحلقة.